هل الطريق سيكون سالكا لتشكيل الحكومة بسهولة؟ طيب الطريق سيكون سالك لتشكيل الحكومة خلال الفترة المقبلة أو الأسابيع المقبلة إذا توحدت الرؤية السياسية وإذا ابتعدت القوى السياسية عن المصالح الذاتية والمصالح الشخصية والمصالح الإثنية والمصالح المناطقية التي بسببها دخل السودان في هذه الأزمة لمدة عام كامل. إذا هنالك إرادة سياسية حقيقية من كافة الأطراف يمكن أن يتم تشكيل الحكومة خلال الفترة المقبلة، لأن كل القوى السياسية وحتى المكون العسكري وعد درس من خلال العام الذي مضى. الآن هو تحدث عن ملفات أربعة كبيرة جدا، منها موضوع العدالة الانتقالية، إصلاح القطاع الأمني العسكري، مراجعة اتفاق جوبا، إزالة التمكين، بناء جيش واحد، قضايا كبيرة جدا. ألا تحتاج هذه القضايا للنقاش قبل تشكيل الحكومة؟ نعم، هذه القضايا يجب أن هي لن تحل خلال تشكيل الحكومة، ولكن يمكن أن توضع لها المواثيق وتوضع لها القوانين التي يجب حلها. العدالة الانتقالية لن تحل قبل تشكيل الحكومة، لن تحل قبل تشكيل الحكومة حلا نهائيا، لأن موضوع العدالة الانتقالية يحتاج إلى فترة طويلة، يحتاج إلى ذوي الضحايا، يحتاج إلى تشكيل محاكم، يحتاج إلى كثير جدا من العملية حتى تتم عملية إحقاق. لا، ولكن تتم العملية، ولكن المهم أن أصحاب الضحايا هم يرتضون بالقوانين وبالحلول التي توضع، وعلى الحكومة المكونة تنفيذ ما اتفق عليه. نعم، الآن الحديث بعد موضوع الاتفاق الإطاري، هناك من يقول أن الموضوع أو النقاش سيكون في تفاصيل هذا الاتفاق، ودائما المقولة المعروفة الشيطان يكمن في التفاصيل، فهل يمكن أن تكون بداية لخلافات جديدة بسبب هذا الاتفاق الإطاري بدل أن تكون حلا لمشكلة؟ هذا ما يروج له. يعني الآن بعد هذا التوقيع والقوة التي وقعت على الإعلان السياسي هي بالتأكيد متفقة على ما وقعت عليه، فقط هنالك قوة لم توقع على الإعلان السياسي وهي موقعة في اتفاقية جوبا، بالتحديد حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان من أركم الناوي. هذه القوى هي التي يجب الجلوس معها حتى يتم صياغة وتشكيل الحكومة في فترة وجيزة. نعم، الآن حسب حديث عرمان فإنهم يريدون مصالحة حقيقية بين الأطراف السودانية، هل الأجواء الآن مهيئة في ظل خطاب الكراهية الذي يتم تداوله بشكل واسع حتى على نطاق الأحزاب السياسية نفسها أو المكونات السياسية بشكل عام؟ بقليل من الصبر وبقليل من التأني ومن الممارسة السياسية الرشيدة وممارسة الحكمة في العمل في الأقوال وفي الأفعال يمكن أن تهيئ البلاد وإلى مصالحة حقيقية يرتضي بها أصحاب الضحايا، خاصة وهم بيتحدثوا عن ضحايا منذ العام 89 وحتى عام 2022. هذه هي المصالحة الحقيقية التي يجب أن تحقق لهم وتحقق كافة المظالم، وبالتالي يمكن أن تكون الأجواء مهيئة.